التناجر مغطى بالأرجواني هو نوع من الطيور من عائلة التناجر، يتواجد في كولومبيا والإكوادور، ومواله الطبيعية هي الغابات الجبلية شبه الاستوائية والاستوائية، وهو طائر مهدد بالانقراض بسبب فقدان الموائل وتدمير أماكن التواجد تعشيشها بسبب قطع الأشجار، ويعتبر نوعا اجتماعيا إلى حد ما يمكن العثور عليه في أزواج أو أسراب مع أنواع مختلطة من الطيور أو بشكل فردي. يبلغ طوله 14 سنتيمتر ومعظم لون الريش أزرق داكن والحلق أصفر، ومنقار سميك وقصير، ولديها قاعدة الجبين سوداء وبطن أبيض وعجز بني. تتغذى بشكل رئيسي على الحشرات والتوت. تتكاثر تناجر مغطى بالأرجواني في مايو ويونيو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. وفي الختام سماع صوت الطائر.